في قصصهم عبرة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص عليك نبأهم، يقصون عليكم آياتي. نحن نقص عليك آية وحكاية. باي. نزيد نستنى مدامة. باي 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 باي. احنا ام برانسيب فاتومات وقت قصتنا زمنا الكلنا نسيبوا لي في دينا الكل. هاني انا التليفون نحيته والكتاب نحيته. شفت باي شكون شو يختار اليوم؟ اي انا نخلي فاطمة. خلي فاطمة خلي هاي برا يا غزالة سيس روحك. مدام مرفت اخترنا سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، المرة ديش نختار سيدنا عيسى. اوكي تخي بيان. اي جارية يا غزالة سيس روحك. وتو نحبكم تركزوا لي مليح مليح. انت اخترت سيدنا عيسى عليه السلام. يزمني ساعة نقول لكم حاجة من الأول باش نبداو متفاهمين. راهي قصة سيدنا عيسى طويلة، فيها برشا حكايات وفيها زادة برشا آيات. هذاك علاش باش نجزئوها، نعملوها على جزئين، على ثلاثة أجزاء، ربما يزيد على أربعة. احنا والوقت كان زازينا الوقت كل مرة نحكيه شوي. توقعكم الأول نبداو اليوم بالجزء الأول. باهي هاي ركزوا لي، وكل عادة كي ما تفهموش حاجة قولوا لي عادة. باهي وين نفسر لكم. يا سيدي، سيدنا عيسى عليه السلام كان يسمى بالمسيح، يسمى بالمسيح على خاطره يسيح في الأرض ويدعو إلى الله. ديما يدعو 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 إلى الله، ويقولوا زيدا ولا كان عنده لا دار ولا قرية ولا موطن. ومولده معروف جدا اللي صارت فيه معجزة إلهية كبيرة وذكرت زيدا برشا مرات في القرآن. نستمعوا الساعة للآية وبعد نكملوا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله مولانا العظيم. حب نطلب الساعة أن نفكركم الساعة اللي هذه الآيات من 16 ل 21 من سورة مريم، ونحب نطلب من فريق الإعداد لو سمحتم تخليوا هيلنا الآية باش نحكيوا عليها شوية. به واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت. انتبذت فاطمة معناتها ابتعدت، معناتها اعتزلت من أهلها مكانا شرقيا. شرقيا يقصد ربي سبحانه شرق بيت المقدس. فاتخذت من دونهم حجابا. ايش معناتها حجابا؟ معناتها حمايه نفسها، حطت روحها في بلاصه ما يشوفها حد، محجبه نقولوا احنا ما يراها حد، سطرت روحها باش ما يراها حد. فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تتفكروا وقت اللي حكينا في القصه الفارطه كان يجيها كان سيدنا زكريا. تتفكروا؟ وكل ما كان يمشي بحذاها يلقى بحذاها طعام. تتفكروا ولا ليه؟ كان يسألها شكون جاب لك الماء؟ كيفاش؟ وهي تحمد ربي قالت صحيت. وهي وهو يسألها شنو فاتيمة؟ شكون ديما يجيب لك الماء؟ صحيت من أين لك هذا؟ وهي كانت تقول له كان ربي يرزقني من عند ربي سبحانه.
الآية اللي هنا تقول فاطمة فأرسلنا إليها روحنا، وروحنا هو جبريل عليه السلام. جاها جبريل وكان وقتها عمرها 15 سنة، أما هي وقتها كانت امرأة كاملة متكاملة، معناتها كبرت، معناتها ما عادش صغيرة 15، كبرت امرأة كاملة نقولوا احنا. وهو تمثل لها بشرا سوية، معناتها ظهر لها في شكل بشر داخل الحجاب. يا أخي هي استغربت، قالت كيفاش دخل ذي لهنا وهي خاطر خبيت روحها وخافت منه. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال معناتها لهنا، خلينا نفسر لكم الساعة لهنا، معناتها ما تضرنيش، ما تقربنيش، خافت منه، ما تمسنيش معناتها. قالت له لا تمسني بسوء. قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إيش معناتها؟ معناتها ربي بعثني باش نرزقك بغلام، بولد، بيبي معناتها. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. حبت تقول هنا أمنا مريم عليها السلام اللي هي ما عاشرتش، معناتها ما عاشرت حتى راجل، وكيفاش باش تولد، معناتها ماهيش معرسة. كي باش نفسر لكم، خلينا نبسط لكم الحكاية، معناتها هي ما خذتش راجل وما عرستش، كيفاش معناتها باش تحبل وتجيب صغير. يا أخي جاوبها بربي مباشرة، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. معناتها ربي حزم باش تجيب هي طفل. وهذه هي قصي فاطمة معجزة ولادة سيدنا عيسى عليه السلام. وباش يجي سيدنا عيسى وباش يكون رحمة للناس كيف قال ربي في الآية هذه. وهذاك هو اللي صار قصي فاطمة. سيدنا جبريل انفخ في صدر أمنا مريم وجاء وحملت بيان سور مباشرة، وجاء سيدنا عيسى عليه السلام. توا باش نحكي لكم كيفاش صارت الحكاية بالديتاي نتاع ولادة سيدنا عيسى عليه السلام. تحبوا تعرفوا؟ وبيان سور توا بعد نجيو للمعجزات وبرشا حاجات أخرين. وكيما قلنا احنا سمحني. تفضل يا ليلى تفضل. ألو إي توا نمشي نتفرج فيسع فيسع فيسع. باي باي. شكون؟ صاحبتي. شكوني صاحبتي؟ اسمها مريم. مريم؟ أي بيه قاعدة تفرج ولا إيه؟ أي. أي بيه. قلت لكم عادة باش نحكي توا اون ديتاي كيفاش صارت العملية نتاع الولادة نتاع أمنا مريم. ظلت مريم في المحراب معتزلة الناس حتى لين حست بوجايع في كرشها، معناتها باش تولد. يا أخي قررت باش تبعد على كل القوم هذوكم الكل، تبعد بعيد 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 زادة. وبدات تمشي، شدت ثنية وبدات تمشي حتى لين وصلت لبيت لحم. تعرفوا قديش من كيلومتر بعيدة؟ لا كتير. فما قريب 10 كيلومتر بين بيت لحم وبين القدس. مشكور فريق الإعداد وحضر لنا تصويرة. شفتوا هذيك التراجي ريتوه الأزرق؟ هذيك الكل ثنية الكل اللي مشيتها أمنا مريم باش بعدت. هذيك ثنية اللي بعدت على العباد باش تولد. فهمتوا ولا لا؟ انتم قاعدين تفهموا في الحكايه. ما نقولهاش كيفاش هي مجرد صحيت صحيت يا فاطمه، برافو والله يعطيك الصحه، كبرت انت وليت تفهم. نكملوا توا الحكايه والا تعرفوش كيفاش. قبل ما نكمل نحكي لكم نسمعوا الساعه الايه باش هكاك نجموا نفسروا ونقراوا او ميم طون. شوفوا مع بعضنا الايه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه الآية من 22 حتى 29 من سورة مريم. بعد ما سمعنا الآية نطلب زي كيف كيف من فريق الإعداد ربي يفضلكم جنود الخفاء يخليوا لنا الآية باهي آيتها وتحبكم تتلفتوا تقرأوا معايا. فحملته فانتبذت به مكانا قصية. قصية معناتها بلاصة بعيدة. فجأة إيه حكيت لكم عليها اللي مشيت لها من القدس حتى البيت لحم 10 كيلومتر وهي راهي مرا أنسانت معناتها حبلة راهوة معناتها كرشها ثقيلة ومشيت 10 كيلومترات على ساقيها معناتها حاجة متعبة برشا به. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا على خاطر خافت من الفضيحة كما كنت أقول لكم قبليك قالت كيفاش أنا يا ريتني معناتها ما صابني مت قبل ما يصير لي هذا الكل خايفة من الفضيحة خاطر عيب خاطر ما يجيش لعبتش بش يقولوا مين جابته الصغير وهي ما عرستش وصغيرة وعمرها 15 سنة كل شيء مسكينة دار وقتها في مخها. فناداها الملاك مباشرة من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. عرفتوش إيش معناتها سرية ما يزيدوا خموة شنية الحاجة اللي تسري زعمة تجري خنفوس خنفوسة دودة تسري تسري وسائلة دودة عايش تقرب لكم سائلة دودة ليه؟ سائلة ما هيش حيوان في الطبيعة في الطبيعة ماء صحيت برافو الماء ربي سبحانه بعث لها الماء تحت ساقيها هنكمل نفسر لكم شفت ربي سبحانه هذه توا باش تفهموا بالكدا المعجزة اللي صارت في الولادة نتاع سيدنا عيسى عليه السلام محلية القصة عجبتك هيا به قلنا سارية الماء وفهمتوها توا شنو ناقصها مادام عندها الماء ناقصها ماكلة صحيته الماكلة كيف كيف زادة ربي سبحانه اكرمها وبعث لها الماكلة حتى ليديها وهي تحت النخلة قال لها ربي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ويقال زيادة إنه وقتها راهي النخلة كانت جافة ما فيها شيء ربي سبحانه رجعها تعطي الرطب جني معناتها تهبط التمر فريشك معناتها وأحسن تمر باهي توا عندها الماء وعندها طعام وشكون رزقها ربي سبحانه معجزة هذه ولا ما هيش معجزة معجزة شفتوا هذيك علاش ربي قال لها من بعد فكلي واشربي وقري عينا يعني قري عينا معناتها ما تخافش شوف ربي سبحانه كيفاش لهي بها معناتها معتني بها ما سيبهاش معناتها ربي ما هوش باش يخليها مادام جاب لها الماكله وجاب لها الشراب هك ولا ليه ولقات الماء ولقات كل شيء لديها هي شقات كان فك الثنية اللي مشات لها هك الثنية متاع 10 كيلومترات أما كيف وصلت لقات النخلة لقات التمر لقات الماء ربي سبحانه وصل لها ليديها كل شيء نفسيتها ارتاحت بديت هكا قالت الحمد لله هذيك العناية الربانية خليتني نكون مرتاحة ومن بعد جاءها نداء من السماء قالها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إيش معناتها؟ معناتها قالها كيف تشوف عبيد يحبوا يكلموك ما تكلمهمش جملة أنا راني نذرت للرحمن صوم معناتها ما نكلم حد هكا
وعملت هكا وعمل لهم معناتها إشارة. هاني باش نكمل نفسر لكم. به فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. معناتها هي كيف وصلت أكيد العباد مش باش يسكتوا، باش يشوفوا عندها رضيع في ديها. استغربوا، شنو هذا؟ قالوا لها يا مريم ما همش مصدقين اللي راو فيه، كيفاش هي جاية ومعاها البيبي متاعها. قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. معناتها أنت يا أخت هارون أبوك راه ما كانش راجل خايب. خاطر بوها شكون؟ عمران. تتفكروا ولا ليك حكينا عليه المرة الأخرى؟ اللي هو شكون؟ اللي هو أب الأحبار، أب الرهبان، رجل تقي، معناتها رجل ياسر باهي وعمل برشا حاجات باهية. وأمها أون بلوس زادا كانت مرأة صالحة وكانت مرأة ياسر باهية ومعروفة برشا. وهارون خوها زادا اللي ذكرناه توا كان زادا كيف كيف من الصالحين. أما ردوا بالكم ما نخلطوش راو بين هارون هذا خو أمنا مريم وهارون سيدنا موسى اللي هو كان خو سيدنا موسى مش هو بيدو. به فأشارت، معناتها هي لموها، معناتها هذوما الناس الكل لموها، قالوا لها بو أخوك راجل كان معناتها باهي، بوك باهي، أمك باهية، ما عملتش الخايب، أنت كيفاش جاية لك للبلاصة ذي معناتها وهزة صغير وكأني ما تحشمش معناتها. يا أخي ما جاوبتهمش وقعدت توري بصبحها للغلام لك البيبي. يا أخي شنو فهموا هما من الحكاية ذيك؟ فهموا إنهم يلزمهم يغزروا لك البيبي الغلام، خاطر هي ما جاوبتهمش وقعدت تعمل هكا كأني أنا شادة هكا بيبي ونعمل هكا بصبعي كيما قال لها ربي سبحانه إذا ما تعمل هكاكا. يا أخي هما قالوا لها تخي شبيها هذه تعمل لنا هكا توري في معناتها توري في بصبحها؟ يا أخي احنا مش نجموا نكلموا معناتها من كان في المهدي صبية طفل عمره سويع ولا أيامات ورضيع باش يتكلم يا أخي هو البيبي؟ صحيح ولا لا؟ صحيتو. معناتها هما زاد استغربوا، شبيها يا اخي المراه توري بصبحها لطفل نوفوني كاينو يعني هو باش يتكلم؟ يا اخي هو باش يتكلم هو طفل صغير؟ معجزه. واحنا مش قلنا اللي في قصه سيدنا عيسى عليه السلام راهو فما برشا معجزات؟ ايبا هذه اول معجزه. توا باش تسمعوا واحده من المعجزات الكبيره اللي عمرها ما صارت في التاريخ، الوحيده. ركزوا معايا توا شويه. باهي زعما وقت اللي هما تلفتوا لك البيبي وللربيع هذاك والأمنا مريم والناس الكل تغزر له، زعما شنو صار؟ شنو تتوقعوا؟ كيفاش؟ تكلم بيبي. صحيتو والله برافو يعطيكم الصحة. ما تعرفوهاش ولا تعرفوها المعلومة؟ بالحق بالحق شفتوا ربي سبحانه معناتها حتى احنا يعطينا زادة إشارات حتى الحكاية باش تفهمها أنت هكا في عمرك، خاطر أنت تعرف اللي ربي سبحان ربي معناتها ربي كبير ويجم يوصل ينطق بيبي صغير كيما قلت أنت ربي سبحانه نطق عيسى. البيبي هذاك اللي عمره سوايع ولا أيامات تكلم، وش قال ترى؟ قال ساعة رجهم الكل هو تو تصوروا انتم بحذيكم بيبي ويتكلم مش باش تبهتوا؟ بيان سور انا زيدا واحدة من الناس نبهت، دونك الناس الكل اللي كانوا واقفين تهزوا وتحطوا معناتها تخضوا ما صدقوش عينيهم يراو في طفل صغير يتكلم وهما باهتين. شنو قال؟ قال اني عبد الله وسكت ما زاد حتى كلمة. بعد ما قالك الكلمة هذيك زادوا تلموا الناس، زادت كثرة الناس، واحد يقول لآخر واحد يقول لآخر يقول وسكت يقولوا يجي نسمعوا يجي نسمعوا، حاجة معناتها غريبة معجزة حتى عمرها ما صارت معناتها كيفاش بيبي وجا وتلموا كل الناس وقعدوا كلهم مركزين انبهروا الناس الكل، واحد يقول لآخر والآخر يسكت في الآخر ويقول اسكت يقولوا سمعت الآخر وما سمعتش، تلموا الناس الكل وصارت حالة انبهار كبيرة وخشوع زادة بيان سور على خاطرها حاجة عمرها ما صارت. راهو ولد مريم تكلم، اللي ما يسمعش يسمع، راهو ولد مريم تكلم معناتها واحد يقول لآخر، فهمت؟ في ساحة كبيرة هي. وإذا به سيدنا عيسى عليه السلام زاد تكلم. إيش قال؟ هذا نسمعوا مع بعضنا ساعة الآية ومن بعد نقول لكم. قال إني
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه الآية من 30 ل 33 من سورة مريم. كيف كيف نعاود نطلب من فريق الإعداد يخليولنا الآية به. شنو قال؟ قلتوا لي عاود تكلم، مش قلنا مرة أخرى ولا ليه؟ شوش قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. معناتها الكتاب لهنيك رسالة جديدة اللي هو الإنجيل، خاطر قبله كان التوراة لسيدنا موسى عليه السلام. طويك والتو كيفاش قصي؟ طويك القرآن. لا مش زي القرآن، طويك ساعة الإنجيل، الإنجيل لسيدنا عيسى. تو نجيوه القرآن، تو نجيوه قصي. وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. رجعتي اش بي ولدي؟ وانت راضي عليا يا روح قلبي؟ بيان سور راضي عليك، راضي نعطيكم الزوز. ايجا اختي ايجا يا حبيبه قلبي، يا بوزينكم عسل به. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني انا مش باش يجعلني طاغي، معناتها غدوه كي باش يكون حاكم عادل، معناتها يحكم بالحق. هذي هو هذيك علاش ربي قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، على خاطر سيدنا عيسى عليه السلام ربي باش يعاود يبعث من جديد وباش يعيش معانا 40 سنة وباش يقتل المسيح الدجال وباش يحقق السلام. حكاية طويلة هذه، ويمكن نحكيها في الحلقات القادمة أو في الحلقات الأخيرة قصي، فهمت؟ خاطر مازلنا عندنا برشا ساعه انبياء قبل ما نوصلوا للحكايه هذه، تنزيد نحكي لكم عليها اون ديتاي. اما نحس فيكم انا تعبتوا هكا شويه. ايه. ها نمشيو نتعشاو. ايه. عجبتكم القصه؟ على الاخر احلاها. توا نجموا ننهيوا الحلقه ونخليو مشاهدينا هكا بالسسبانس يستنيونا في الحلقه الجايه من ايه وحكايه. اما نسينا حاجه. سؤال أصحابنا كالعادة. السؤال يقول قديش المسافة اللي قطعتها أمنا مريم عليها السلام بين القدس وبيت لحم؟ 200 كيلومتر. 10 كيلومتر. صحيت. نبعثوا SMS على 85 885. حظ طيب للجميع، باش يربحوا عمرة. صحيت. باي 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 باي. على خير. في قصصهم عبرة، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص عليك نبأهم، يقصون عليكم آياتي، نحن نقص عليك آية وحكاية.